دي كانت التغطية مع فريق 2003 بقيادة الكابتن محمد شرف، برضو هناك موجود في معسكر الإسماعيلية معسكر الناشئين استعداد الموسم الجديد مستر بروكش المدير الفني الأجنبي اللي قايم بمجهود كبير سواء مع المدربين أو اللاعبين، دايما في اجتماعات مستمرة مع اللاعبين لشرح خطط اللعب للموسم الجديد لتطوير المدربين وأيضا كمان تطوير اللاعبين على المستوى الفني. كنا موجودين هناك برضو في معسكر الإسماعيلية وتغطية خاصة مع فريق 2001 زي ما بيقولوا فريق الأمل بالنادي الأهلي اللي احنا بنشوف منه لاعبين يعني ما شاء الله أعداد كبيرة موجودة مع الفريق بالنادي الأهلي. وزي ما شايفين دي بعض اللقطات مع فريق 2001، طبعا ده مدرب حراس المرمى كابتن تامر دسوقي، شايفين اهتمام بالنواحي البدنية استعداد للموسم. فترة الإعداد هي فترة مهمة للاعب الناشئ علشان إن شاء الله يقدر يشتغل على مدار موسم طويل، سواء هو بيلعب في منتخب مصر للشباب أو منتخب أولمبي يكون موجود ومتأسس بشكل جيد. هي دي الفترة اللي بتحمي اللاعب أيضا من الإصابات على مدار الموسم. فزي ما احنا شايفين مع حضراتكم استعداد كبير في كل النواحي، نواحي التغذية، النواحي الفنية، النواحي البدنية، النواحي الخططية. شفنا 2003، نروح ايضا نشوف لقاء مهم مع مستر بروكش المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين، وايضا مع الكابتن معتز اينو المدرب العام لفريق 2001 وبعض لاعبي 2001.